يا مهون هون هون يا مهون هون هون يا مهون هون على طول وتروح بلدك يا غريب وتلاقي عالبر حبيب مستني يقولك سلامات هون يا ولا اسكت بقى ما طفحناش اللقمه اللي كلناها جراسه بزوكا بس سله وبعد ايه رايك بقى كويس بس انشف على الحيطه شويه انشف على الحيطه شويه انشف ازاي يعني هدها يعني استرجل على الحيطه خليها تطرى في ايديك يا اسطى انت بتكلمني على الحيطه ولا بتكلمني على واحده ست يا اسطى مفيش فرق الحيطه زي الست اذا ما كنتش تنشف عليها وتوريها العين الحمراء هتطلع عينيك طب لو ما وريتهاش العين الحمراء ينفع اوريها العين السخنه هلا انت بتهزر اهو تعال قرب ايه خد افتح بقك افتح بقي ليه خد دي حطها تحت لسانك واطلب لك لا خد بقين شاي لا استنى برشامة انا مش عيان يا اسطى خد ده بس عشان تصلب طولك لا انا ما اخدش حاجه الا باذن الدكتور بتاعي خلاص اوعى خد مش وش نعمه خد انا يا مهون هون هون يا مهون هون هون يا مهون سامح انت بتعمل ايه عندك متشعلق فوق بتعمل ايه بسنفر بتا ايه اخويا بسنفر الحيطه الاستاذ بازوكا قال لي كده في ايه يا استاذ بازوكا في ايه انت ازاي تستغل الاستاذ سامح الزميل المحترم اسوأ استغلال كده استغلال ايه ده كان خارع في الاول انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله يقدر يخلص لك الشقه النهارده يا شيخ والنبي انت كمان وبعدين انا مش فاهمه فين الواد بتاعك تربو ده راح فين اه تربو اتصلوا بيه قالوا له ان امه بتولد فجري راح يشقر عليها زمانه جاي تربو عنده ماما لسه بتحمل وبتولد دول اكيد قشروه من عليها لا يبقى انت ما شفتيش ام تربو بقى دي زي الستات الحته كلها دي ملك الجمال الحار بس حاره مين بقى اللي بيجيب في سيرة ماما؟ أهو لو النعمة بقى أنا يا أستاذة هو بصراحة بقى أستاذ بازوكا هو اللي كان بيجيب سيرة مامتك بيقول إن هي ست حلوة قوي وإنها very stylish وإنها مزة وإنها بتوقف الحارة على رجل وإن هو عينه وينها في أستاذ بازوكا وأنا مش قلتلك 100 مرة إن ماما مخطوبة هو أنا كل اللي قلته لك ده مهزكش خالص بس ما شاء الله ماما مخطوبة وبتولد together انت كنت فين يا ده كله كنت في وايه اللي في ايدك ده الغيرة غيرة ايه هنعمل ايه بالغيرة ياد دي سبوبة نقاشة مش نجارة فوق بقى افهم اللي بقولك عليه ايوه صح طيب يا اسطى ما دي شغلانات كلها دخلت في رايح فين الحمام هلا شوف شغلك انت كمان وترفع بلدك يا غريب الشاي يا اسطى قصدي يا سامح انا اسفه والله بهدلتك معايا النهارده لا انا مش هقدر اشرب الشاي انجي انا هروح عشان عندي شويه حاجات عايز اعملها ده غير المقال اللي لسه ما كملتوش ده كده جميل هينفخني ما تلطمش على وشك مش هينفخك ولا حاجه انا قلت الكاميليا وهي اللي هتكمله لك وزمانهم زر المطبعه يا لهوي يا انجي يا لهوي كاميليا تانية يا انجي انت كده قلقتيني انا همشي يا انجي بقى والله لعلمك كاميليا اتطورت يا سامح بقت فله اتفضلوا الشاي بس على الله نخلص النهارده في هوت شوكليت في ايه يا اخويا هوت شوكليت لا للاسف مفيش معلش اصله نفسه فيه حاضر ابقى اجيب له كسري نفسك الله ينور يا رجاله عليك يا بشويه ممكن اسال سؤال اسال هو انتوا ليه مش بتغنوا زي الافلام هيلا هيلا وصلوا على النبي ايه ده اللي بتاعت طائفه المعمار وبعدين دي بتاعت الافلام الابيض واسود انت قديم قوي طب انت عايز الجديد يا سيدي فين الجديد بتاعك الجديد يلا وما فيش صاحب بين صاحب ما فيش راجل بهراجي
امشي خلي بدونك على طول امشي امشي بلقين التحت ابو ضلع نعمة التربية يا استاذ علي والله ما انتوا لو بتشتغلوا بنفس ذمة الدلع دي كانت البلد عمرت هتخلص امتى النهاردة ان شاء الله ليكوا زي العسل ليلتك فل واحد بعد الاكل يا دياد يا تربو مش قادر يتنفس والله انا الاكل طبق على مراوحي انا مش هقدر اخلص النهارده يا اسطى لا ومين قال لك ان احنا هنخلص الناس طيبين مش هنلاقي زيهم ابدا حد يلاقي دلع وما يدلعش يا الحقوني ايه ده في ايه اختصرتوها يا ولاد الكلب اختصف ايه ايه اختصف احنا بتوع شغل وبس جاي لي كلب امك انا لزعتي يعني لزعتي لسه بهب لزعتي ازاي مش عارفه في حاجه بتلزع على قاعده التواليت شكله غيره يا علي غيره لزعتي بغيره ما انت طول عمرك لازعلي بغيره الله يسامحك يا هو ده يا علي الواد ده كان معاه جدك في غيره عملت ايه عملت ايه كله منك يا غبي يا ابن الغبيه علي شيل الملايه دي مش عارفين نشوف تشوف ايه يالا نشوف هنشيل القعده من مؤاخذه المدام ازاي والله العظيم عنده حد ما تشيل الملايه يا استاذ علي هو انت ايه اللي جابك يا بغاور انت كمان اخرس يا بغاور اخرس علي اوعى تسمع كلامهم يا علي دول بيستدرجوك هنتفضح يا علي هنتفضح اسكتي دلوقتي لما افك الهبه ده الاول حاضر عندي فكره يا استاذ علي احنا لمؤاخذه هنشيل برضه الملايه وهنجيب القطر ونسلك ما بين المدام والقعدة لا قطر لا لا يا علي قطر لا ما تسمعش كلامه يا علي اتصرف انتوا اللي جابكم هنا انتوا ايه اللي جابكم امشي على التوامر امشي امشي على التوامر امشي خلاص امشي فكيت مصابير القعدة قومي يا فرحتي يا علي فكيت مصابير القعدة طب القعدة هتفضل لازقة فيا كده ولا ايه وانا اعمل لك ايه استني استني مي سوري هما لسه برا؟ لا أيوة تعال يا حبيبي تعال تعال يا حبيبي تعال الله يخرب بيتك تعال تعال يا فتحاني يلا حبيبي يلا يا بزوقة يلا يا أبو غيرة بس معايا علي بس يلا يا علي فكني فكني بقى بسرعة علي يلا يا علي علي علي